الإرهابية. وحول هذا المؤتمر الصحفي مشاهدينا الكرام ينضم معنا عبر الهاتف الآن السيد أحمد الفيتوري الكاتب الصحفي الليبي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. يعني إذا كنت قد تابعت هذا المؤتمر الصحفي للعقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تعليقا منك على هذا المؤتمر في هذا التوقيت تحديدا وخاصة عن الدعم القطري الواضح لجماعات إرهابية داخل ليبيا. الحقيقة أنا لم أتابع بشكل دقيق هذا المؤتمر، ولكنه ما سمعته وما قرأته قد ورد في هذا المؤتمر الصحفي هو نفس التأكيد على ما سبق وأن وكد عليه المتحدث الرسمي للجيش الليبي. لكن من ناحية أخرى الليبيون قد يكونوا من أوائل الذين بادروا بتوضيح الموقف القطري في دعم الإرهاب في ليبيا، وحدث ذلك منذ 2012. السيد محمود جبرين والسيد عبد الرحمن شلقم أكدوا على هذا الدور القطري في التدخل في الشؤون الليبي وشجبوا ذلك في العديد من اللقاءات منذ 4 سنوات مضت. إذن الليبيون سبقون في هذا الملحى في رفضهم للتدخل القطري وغير القطري في الحقيقة، لكن على رأس القائمة ورأس الحربة هو التدخل القطري والدور القطري. وبالتالي بالنسبة للليبيين ما يتم الآن توكيل لما طالبوا به منذ سنوات مضت، وليس هم يدخلون في إطار حملة وأنهم ينضمون في إطار حملة، بل بالعكس. يعني بالفعل أستاذ أحمد يعني هم يحققون مطالبهم. يعني نعم، يعني في الثلاثة أعوام المنصرمة كان هناك حديث عن أن هناك دول بعينها تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا وفي باقي الدول العربية، ولكن في هذا التوقيت تحديدا يعني تكشفت الحقائق وأسدل الستار. لم تتكشف الآن، نحن متكشفة لنا منذ 4 سنوات، ولكن لم يكن هناك أدلة واضحة وصريحة يعني مثل هذه الفيديوهات. هناك أدلة واضحة وهناك أدلة صريحة وتحدثنا كثيرا، لكن العالم لم يكن يريد ذلك في ذلك الوقت، لنكون واضحين. الآن يريد ذلك فاعتبر ما نقوله مهم، لكن فيما مضى لم يعتبر ذلك. إذا نحن بالنسبة لنا نؤكد على مواقف سابقة ثابتة وضحنا فيها هذا الدور الإرهابي الذي يتخذ من دول متعددة في الشأن الليبي وعلى رأسهم كما أشرت قطر. أنا شخصيا كتبت العديد من المقالات. الطائرات القطرية والسلاح القطري كان ينزل في مطار بنينة أمام الملأ، ليس أمام شخص واحد أو أمام مجموعة ولا أمام الملأ، يعني كان الكاميرات التلفزيون تستطيع أن تسجل ذلك بوضوح. إذا التدخل في ليبيا القطري ليس أمرا يحتاج إلى نوع من التأكيدات بهذه اللقطة في الفيديو أو هذه الرسالة من هذا أو ذاك. هذه التدخل كان وكان علنيا عبر الجزيرة وعبر مواقف الجزيرة وعبر مواقف الأمير تميم في مجلس الأمن، في مجلس أمن أعلن ذلك. إذن المواقف القطرية لم تكن أيضا مواقف سرية بالنسبة للتدخل في ليبيا، تدخل علني وتدخل واضح وتدخل فاضح وتدخل أيضا وقح. ولكن الموقف العربي تغير أستاذ أحمد، يعني كان هناك موقفا عربيا حيال دولة قطر في عام 2013 وبصيغته التنفيذية في عام 2014، يعني كان هناك العديد من الحقائق التي تدل على أن قطر لها أذرع كثيرة داخل الدول العربية سواء كانت ليبيا أو السعودية أو العديد من الدول الأخرى، ولكن هذا التوحد العربي لهذه الدول أبرز العديد من الخفايا التي لم تظهر للعلن وأظهرت الجديد منها أيضا. نعلق على شأن ليبي وعلى تصريح ليبي. إذا أنا سأتكلم عن ما يخص الليبيين، ما يخص الليبيون أنا أكدت عليه وأعيد وأكد عليه، ليس أمرا جديدا، أمرا واضحا وجليا، ولم يكن العالم سواء كانوا العرب أو إخواننا في الخليج أو ما إلى ذلك لم يعيروا ذلك اهتمام لمصالحهم الخاصة وعلاقاتهم الخاصة. لكن بالنسبة نحن نرحب بما يحدث الآن ونعتبره استجابة وإن تأخرت كثيرا لما طالبنا بأن قطر لا تتدخل في شأننا الذي كنا قد طلبنا وحاولنا الكثير من المرات أن نعمل من أجل لا تدخل قطر في الشأن الليبي. وبالتالي إن جاء الأمر وإن جاء متأخرا فنحن نعتبره أمرا طيبا وأمرا يحط أو يصب في مصلحة الليبيين. سيد أحمد، يعني هناك نقطة أخرى أشار لها العقيد أحمد المسماري، تحدث عن أن السلطة التشريعية في البلاد هي الجسد الشرعي وهي المتمثلة في مجلس النواب برئاسة المستشار عجيلة صالح جويدر، ويتمنى أن تنضم الدولة الليبية إلى قائمة الأربع دول الأخرى.
المقاطعة لدولة قطر، ولم يعني يتم التلميح إلى أن هناك بيانات مباشرة صادرة عن حكومة فايز السراج. إذا من المتجهة الآن أو من الجهة المخولة التي تستطيع أن تنطق باسم الدولة الليبية؟ هي هذه معضلة الليبيين، معضلة الليبيين أنهم منقسمون، أن مثلا مجلس النواب يعني في موت سريري، مجلس النواب منقسم بذاته، أن لدينا اتفاق الصخيرات قد جلب مجلس الرئاسة، وهذا مجلس الرئاسة يفترض أنه تم عن طريق اتفاق الصخيرات وهو قائم بذاته وغير معترف به من أطراف. إذا هذه معضلة تخص الليبيين، الليبيين لا يستطيع أن يتخذوا موقفا اتجاه الآخرين إذا كانوا هم ليسوا موحدين، هم يعانوا من إشكاليات أنهم ليسوا موحدين، هناك شيء اسمه كيان أو جسم اسمه مجلس الرئاسة، هناك كيان، هذا الكيان اسمه مجلس الرئاسة أيضا فيه انقسامات، هناك كيان اسمه مجلس يعني الإشكالية التي تواجه الدولة الليبية الآن هي تعدد الكيانات داخل الدولة الليبية. نشكر الأستاذ أحمد الفيتوري الكاتب الصحفي الليبي، نشكرك جزيل الشكر.